أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات MSD Animal Health Nurses Podcast. مع حضراتكم دكتور إيهاب عدلي Key Account Manager MSD Animal Health Egypt. بنرحب بالأستاذ الدكتور أحمد ماهر المدير الفني لشركة دواجن الوطنية مصر. أهلاً وسهلاً بحضرتك دكتور أحمد. أهلاً وسهلاً بيك دكتور إيهاب. أهلاً وسهلاً بNurses Podcast. أهلاً وسهلاً بحضرتك دكتور أحمد. حضرتك دي النسخة الثانية من WVPA، وحابب أسمع من حضرتك إيه رأي حضرتك في النسخة الثانية، ولو حضرتك كنت حضرت النسخة الأولانية من WVPA إيه الجديد في النسخة الثانية؟ في البداية بحب أقول طبعا النسخة الأولانية كانت في المغرب من حوالي سنتين فاتوا، وكانت نسخة مميزة جدا جدا. وصراحة لما جت موافقة الجمعية المصرية للحصول على إقامة النسخة الثانية في مصر، أنا كنت في تحدي كبير قوي إن إحنا نعرف نعمل حدث بنفس اللي حدث في المغرب الشقيق. لكن صراحة لما شفت التنظيم الرائع والأكثر من رائع، صراحة يعني المصري عندهم كتير جدا يعملوه، المصري عندهم طاقات كبيرة جدا، عدد الحضور ما شاء الله كبير قوي، والأهم من كده التنوع في الحضور. في تنوع في عدد الحضور من كل قارات العالم، من أمريكا، من أفريقيا، من آسيا، من أوروبا، والأهم من دوت صراحة هو عدد الباحثين الموجودين في النسخة الحالية، باحثين كتير جدا، عدد الكينوت سبيكر الموجودين متنوعين جدا، من أمريكا الشمالية، من لاتين أمريكا، من أوروبا، جاي من إنجلترا، جاي من إسبانيا، جاي من إيطاليا، جاي من ألمانيا، اللي جاي طبعا في ناس كتير جدا من آسيا ومن دول عربية مختلفة. فصراحة ده إدى النسخة الحالية قوة كبيرة جدا في عدد الحضور وعدد الباحثين. إلى جانب عدد البحوث، صراحة انبهرت جدا، البحوث ما شاء الله زيادة عن 80 بحث ما بين بوستر ما بين برزنتيشن، وده بيدي ثقل للنسخة الحالية ممكن تصعب النسخة اللي جاية للي هيقيمها، أتوقع ذلك يعني. تمام حضرتك، وبما أن حضرتك باحث كبير وليك أبحاث كتيرة موجودة ومنشورة على مستوى العالم في مجلات عالمية، حابب أطرح سؤال: إزاي البحث العلمي نقدر نوظفه ونقدر يبقى applied في مجال صناعة الدواجن ويخدم الصناعة؟ في الحقيقة أنا مؤمن بحاجة مهمة جدا، إن البحث العلمي هو قاطرة التقدم في كل مجالات الحياة وليست في مجال الدواجن أو الطب البيطري على وجه الخصوص. زمان كان للأسف بنعاني في مصر أو الدول العربية بانفصال أو انفصام البحث العلمي عن الحقل في المجال بتاعتنا. فلاقي الماجستير أو الدكتوراه بعد ما ينتهي الدارس من مناقشتها بيتم وضعها على الرف، وفي مفيش كونكشن ما بين البحث والحقل العملي. صراحة لما خرجنا برا وشفنا المدارس برا، لقينا ان اللي بيمول الناحية البحثية هي القطاع الخاص الى جانب الحكومي. فبنلاقي دايما القطاع الخاص بيمول، بيروح للجامعات والمعاهد البحثية بيقول له انا عندي ديفكت في نقطة معينة، فيعمل مشروع بحثي او توأمة بحثية ما بين القطاع الخاص والمعاهد والجامعات، بحيث يقول له، يقول لي اديني حل للمشكلة دي. فيبتدي قطاع خاص يدي جرانت والفند في سبيل ان المعهد يحاول يلاقي حل للمشكلة دي. وده صراحة خلى الغرب وامريكا على وجه الخصوص في مجال البيطري ومجالات طبعا تانية كتير جدا في تقدم مذهل جدا. احنا الفترة الحالية بقيت الابحاث في كونكشن كبيرة جدا بينها وبين الواقع البيطري. صراحة في النسخة الحالية من المؤتمر لقيت كل الأبحاث بتركز على الحقل ومشاكل حقيقية، سواء تخص نيوكاسل أو الجمبورو، إيه التطور اللي حصل في الفيروسات على مستوى الجينوم، وإيه اللي قدر البحث العلمي يدرسه بصفة مستفيضة جدا، وقدم حلول نتمنى إن شاء الله الفترة الجاية تكون أبلايد وتخدم الصناعة أكتر وأكتر إن شاء الله. إن شاء الله. طيب بما ان الابحاث بتبقى ليها تكلفه والتكنولوجي الجديده بتبقى ليها تكلفه، فازاي الاستاذ الدكتور احمد ماهر الباحث
واللي ليه أبحاث كتيرة موجودة معنا زي ما احنا قلنا، يقدر يقارن أو يوازن ما بين الكوست بينفيت ريشيو، وبالأخص أن حضرتك موجود في شركة كبيرة زي شركة دواجن الوطنية مصر، فزي حضرتك بتقدر تقارن وبتقدر توازن وبتقدر تختار البرودكتس اللي هي with high technology مع البرايس. تمام، هو ديت صراحة سؤال مهم جدا، وسؤال أنا اشتغلت بره في البحث العلمي لقيت إن تكلفة البحث العلمي بره عالية جدا جدا، عشان خاطر يطلع بمنتج أو فكرة جديدة بياخد كوست كتيرة جدا وطايم كتير جدا، جيش جرار من العلماء والباحثين في نظير إنه يطلع فكرة جديدة، ويعالم ممكن فكرة ديت تنجح أو تفشل. الوقت المأخوذ والفلوس المأخوذة والمصروفة على الفكرة ديت طبعا لها تمن، ولأن الطب البيطري هو طب اقتصادي، فإحنا كأكاونت أو كصناعة بنحسبها كوست بينفيت ريشيو، لكن لازم نحط في اعتبارنا حاجة مهمة جدا، إن أي تكنولوجي جديدة ليها يصرف عليها فلوس كتيرة جدا، وأكيد دي جات كفكرة بره الصندوق عشان خاطر تحليل مشكلة الحلول التقليدية فشلت إن هي تحلها. وبالتالي أنا لو جيت حسبت الـ ROI أو العودة على الاستثمار بتاعي، هنلاقي اللي أنا صرفته هنا بمبلغ كبير اتردي لي أضعافه في توفير نافع، في حصول على بودي ويت جين أعلى، حصول على حيوية أعلى من القطعان، حصول على إنتاجية أعلى، وبالتالي هنلاقي تكلفة الاستخدام التكنولوجيا الحديثة بتوفر لي أنا كراجل انفستمنت بكتير جدا من أن استخدم الحلول التقليدية اللي هي فشلت. لأن احنا عندنا طبعا احنا في حرب كبيرة جدا مع فيروسات، احنا بنحاول نعمل انتاجية كبيرة، والفيروس في تطور وفي تحور على مدار السنوات، وبالتالي لازم يكون فكري مختلف ما يبقاش تقليدي. وطبعا اللي بيشتغل هناك زي ما بقول لك ايه، البقاء للأقوى، لا هنا البقاء للأكفأ، البقاء للأزكى، فلازم نكون إنسان في تطور مستمر مع الطبيعة، ويحاول يجيب حلول مختلفة عشان يقدر يستمر ويعيش ويطور من نفسه. ودي سنة الله في خلقه، تطور مستمر. لك أن تتخيل أن الديناصورات على كبر حجمها ما قدرتش تتكيف على الوضع بتاع البيئة واندثرت، والحشرات والفئران على صغر حجمها وتفكيرها ابتدت تطور من نفسها وابتدت مستمرة معنا حتى هذه اللحظة في العالم، في الرحلة بتاعتنا في العالم. فلازم إنسان ما يكونش أقل من مخلوقات ربنا، ويتطور من فكره ويتطور من أدائه، ويتطور عن طريق البحث العلمي اللي بيخلينا أفاق جديدة وسبل جديدة للحياة. وده يخليني أقول، أنت حضرتك شايف MSD بقى فين في الحتة دي؟ هي صراحة MSD من الشركات الرائدة في المجال البحث العلمي، عندها تيم قوي جدا في البحوث والتطوير في R&D، وصراحة من أكتر الشركات اللي بتمول بحث علمي ولا تبخل عليه إطلاقا، وده صراحة بينعكس على قوة المنتجات واللقاحات الموجودة في الماركت البيطري. هتكلم على مجال الدواجن، هي طبعا صاحبة تكنولوجيا عالية جدا بتخدمنا صراحة كتير جدا، وبنلاقي دايما حلول عندها سواء في اللقاحات الميتة أو اللقاحات الحية أو الجديد جديد من اللقاحات المحملة، وده صراحة ظهر معنا جاليا في استخداماتها، بتعمل بيرفورمانس أعلى من غيرها أو بتساوي مع غيرها من الشركات، وده طبعا ناتج نتيجة يعني قوة العلم واستخدام التكنولوجيا الحديثة أول بأول، اكتشاف الفيروسات والعترات المتحورة والعمل عليها. وده طبعا كل فترة بنلاقي طبعا منتج جديد بتكنولوجيا جديدة بيخدم الصناعة بشكل كبير صراحة. يعني last but not least، في النهاية ايه النصيحة اللي حضرتك تقدر تقدمها للأطباء البيطريين والقائمين على صناعة الدواجن علشان نوصل لحلول مبتكرة، حلول جديدة في صناعة الدواجن تخدم الصناعة عالميا ومحليا؟ في الحقيقة نصيحتي للشباب الخريجين ان هم يعتزوا جدا بمهنة الطب البيطري. الطب البيطري بره في أمريكا وفي أوروبا وفي كل العالم صراحة هو طب بيسموه طب المحافظة على صحة الإنسان. لك أن تخيل دكتور إيهاب أن 70% من أمراض الإنسان نابعة في الأساس من الحيوان، سواء دواجن، سواء بيتس أنيمال عندنا كلاب وقطط في البيت، سواء لارج أنيمال.
او باي برودكت، المنتج اللبن، منتج الجبن، المصنعات. فطبعا مهنة مهمة جدا، مهنة وقائية في المقام الأول. فأنت لما تحافظ على المهنة ديت في تطور، تعتز بيها، تديها أكتر، دي لها دور مجتمع إنك بتحافظ على الإنسان. النقطة التانية في الحقيقة حتة الطب والسوق العمل. طبعا سوق العمل محتاج جدا لكليات أكتر، محتاج لناس كتيرة، محتاج لتفكير أكبر. فطبعا لازم يهتم جدا بمهنته، لازم يعتز جدا جدا بيها، لأن هي بتحافظ على الأمن الغذائي. والأمن الغذائي سيادتك لا يقل أهمية عن الأمن المائي والأمن العسكري والأمن العام بصفة عامة يعني. فإحنا في إيدينا مهنة مهمة جدا بتؤجر عليها، طبعا بتعالج حيوان لا ينطق، فبتساهم في علاجه وتخفيف الألام عليه. فأنت مهنة بتقدم ميشن قوية جدا للمجتمع، بتاخد ليها ثواب عند ربنا طبعا، إلا جانب أنك أنت بتحسن من الإنتاجية، بتخلي عجلة الإنتاج في تقدم، بتحد طبعا من، بتعمل اكتفاء ذاتي، فبتحد من استيراد سواء المصنعات سواء باقي الحاجات. فطبعا ديت مهنة مهمة. ندائي للطبيب البيطري يخش في المجال، المجال مش سهل بس برضو ما هوش صعب بالمناسبة يعني. زي ما قلنا بالعلم والتسلح بالتكنولوجيا هنوصل لأعلى إنتاجية إن شاء الله معنا في الطب البيطري. في النهاية لا يسعنا إلا أن احنا نشكر حضرتك لوجود حضرتك معنا، الأستاذ الدكتور أحمد ماهر، مدير المكتب الفني لشركة دواجن الوطنية مصر، وساعدنا بحضرتك معنا على هامش WVPA في نسخته الثانية في الخاصة بالشرق الأوسط وأفريقيا. شكرا لوجود حضراتكم معنا في الحلقة اللي احنا كنا فيها، واستنونا في حلقة جديدة من حلقات MSD Animal Health Nurses Podcast.